أحلى مساء على الناس الكويسة من قناتكم زي الكتاب في عالم الكلاب. فيديو النهاردة عن أقوى 5 عضات قاتلة في عالم الكلاب، وللمعلومية فقوة العض بتتقاس في حالة الهياج القصوى للكلب وإحكام إغلاق الفك على الجزء المتأثر بالعض. معانا النهاردة في المركز 5 الانجلش ماستف مع قوة عض بتساوي 39 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. الكلب ده بريطاني المنشا مع وزن بيوصل ل 113 كيلو جرام وارتفاع بيوصل ل 76 سنتي. المركز 4 التوسا اينو مع قوة عض بتساوي 40 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. الكلب ده ياباني المنشأ مع ارتفاع بيوصل ل 65 سنتي ووزن بيوصل ل 60 كيلو جرام زي ما قلنا في حلقة التوسا اينو اللي تقدر انك تشوفها على القناة. في المركز الثالث الكين كورسو مع قوة عض بتساوي 50 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. الكلب ده ايطالي المنشأ مع ارتفاع بيوصل ل 68 سنتي ووزن بيوصل ل 50 كيلو جرام زي ما قلنا في حلقة الكين كورسو اللي تقدر انك تشوفها على القناة. في المركز الثاني الباندوغ مع قوة عض بتساوي 51 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. الكلب ده امريكي المنشأ مع ارتفاع بيوصل ل 76 سنتي ووزن بيوصل ل 57 كيلو جرام، ولو عايز تعرف اكتر عنه ففي فيديو اتكلمنا عن الباندوغ فيه بالتفصيل موجود على القناة. في المركز الاول الكانجال التركي مع قوة عض بتساوي 52 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. الكلب ده تركي المنشأ مع ارتفاع بيوصل ل 86 سنتي ووزن بيوصل ل 66 كيلو جرام، واتكلمنا برضو عنه بالتفصيل في حلقة خاصة بيه هتلاقيها موجودة على القناة. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.